سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناتي في فريكونسيز. مرحبا بالجميع في كل مكان من الوطن العربي مشرقي ومغربي، وأيضا كل متابعينا في كل مكان من العالم. أحبائي، قبل أن نبدأ في هذا الفيديو، صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. نقوم أولا أحبائي نبدأ بإضافة ترددات اليوم، ظهور قنوات جديدة، ظهور قنوات، تغيرات جديدة في قنوات النايلسات، سأنقلها لكم بكل مصداقية، تفضلوا بدون إطالة. نأخذ من القائمة الرئيسية منيو التركيب، ثم قائمة بي، ثم نضيف التردد الأول معنا. عندما تظهر هذه الشاشة نضغط على زر إضافة التردد ونضيف التردد الأول معنا. التردد 12688، معدل الترميز 27000، معدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي رأسي أو حرفي. هذا التردد أحبائي حزمة شرقية، ظهرت عليه قناة ABC الخليجية، وأيضا أحبائي التردد 10873، معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي V، بالإضافة إلى قناة الخلاصة سينما، الخلاصة منوعة، الخلاصة كلاسيك. هذا التردد تظهر عليه قناة الخلاصة منوعات. أيضا التردد 11678، معدل ترميز 27500، الاستقطاب عمودي V، هذا التردد حزمة شرقية، تظهر عليه قناة دريم اليوم مكان قناة دريم دراما. أيضا على نفس التردد قناة دريم ألوان على أنايلسات والحزمة شرقية. والقناة المحبوبة لدى الجميع هذه الأيام وهي محل بحث، قناة ون دراما على نفس التردد 11678، معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي V، والمحتوى مسلسلات تركية وعربية. ومعنا أيضا التردد 11096، معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي H، هذا أحبائي تردد قناة رائعة جدا رهيبة، قناة للكبار، قناة مصارعة، قناة الأبطال مصارعة، القناة تقدم أحدث المصارعات. مشاهدة طيبة ممتعة أحبائي ومشاهدي قناتي الأفياء. هكذا أختم معكم هذا الفيديو وأتمنى أن تستفيدوا منه. شكرا لكم أحبائي على مشاهدتي ودعمي وتشجيعي مرة أخرى. دمتم أوفياء، إلى اللقاء.